تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، توج سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس الأعلى للألعاب القتالية وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وسعادة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، توجوا أبطال المرحلة الثانية من طواف ناصر بن حمد الأول للهواة للدراجات الهوائية والذي ينظمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع شركة فعاليات وذلك لمسافة 85 كيلومترا. نعم، أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمشاركة الواسعة التي شهدتها المرحلة الثانية والتي تؤكد سير الطواف على تحقيق أهدافه التي تم وضعها في ظل الإقبال الواسع على المشاركة في رياضة ركوب الدراجات الهوائية. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن نجاح المرحلتين الأولى والثانية سيكون حافزا لختام مميز عبر المرحلة الثالثة السبت، مشيدا سموه بجهود الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وكافة اللجان والحكام في إخراج المرحلة الثانية بأفضل صورة تنظيمية وفنية. وبعد ختام السباق تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في المرحلة الثانية، حيث فاز بالمركز الأول في الترتيب العام الدراج عبد الله علي وحاز الدراج صابر محمد علي القميص الأبيض على القميص الأبيض لعمر فوق 40 سنة والدراج جاسم محمد على القميص الأزرق لعمر تحت 23 سنة، فيما فاز عبد الله فقيه بالقميص الأخضر وعبد الله علي بالقميص الأحمر وعلي حسن بالقميص الذهبي بصفته متصدرا للطواف بالزمن.